استاذ جهاد الخازن الكاتب الصحفي المعروف، النهارده ماذا تقول عن تكريم مؤسسه مصطفى وعلي امين بشخصيه العام الصحفيه لهذا العام؟ هو بصراحه فوجئت بالتكريم بقدر ما سررت به. مصطفى علي امين من عمالقه الصحف المصريه، لا يحتاجان الى اي كلمه مني. عرفت علي امين قليلا في بيروت، ولكن مصطفى امين كان صديق منذ كتب أول فكرة في الشرق الأوسط وحتى وفاته في مصر. حتى بعد تركت الجري تركت رئاسة التحرير ورحت على الولايات المتحدة، كنت أتحيل الفرص لآتي إلى مصر لأجل أسمعه. إنسانا طيبا، إنسانا نبيلا، بالمقدمة كان صحفيا بارزا، ولي تجارب معه. لا أتكلم يعني من أنه بمناسبة تكريمي، ولكن لي تجارب مباشرة معه من أول يوم. أستطيع أن أقول أنه كان إعجاب من أول نظرة وبقي حتى وفاته. كان طيب المعشر، طويل البال، يسمع لكل الناس، وتعلمنا منه كثيرا. أرجو أن يجد النظام المؤقت والنظام القادم الديمقراطي الذي نتمنى رؤيته أن يستطيع التغلب على الإرهاب بسرعة. حرام، مصر ما بتستاهل اليوم، يعني ما حد بيستاهل. اسم قديم وباق، جزء أساسي من الصحافة المصرية. لا تستطيع أن تتكلم عن الصحافة المصرية بدون أن يكون لدار أخبار اليوم دور فيها. والفضل للمؤسسين، يعني أنا لاحظت بالنسبة إلى المؤسسين، أنا أشمل نفسي بهذا، أنه في تراجع في المستوى الصحافي من مصطفى وعلي أمين والتابعي وإذا بدك هيكل وغيره. الموجود هلأ مش بالمستوى نفسه، بما في ذلك هذا الموجود أنا منه جزء من الموجود. بتقيم المشهد الصحفي النهاردة في مصر؟ بعض الناس بتقول أنه هو مرتبك، بعض الناس بتقول متحيز، بعض الناس بتقول لا هو كده. إنما حصل في بعض التقدم. اليوم أعتقد جريدتين من الجرائد القومية كانوا عم بيقولوا عن فشل رئاسة الوزارة، رئيس الوزراء في التعامل مع أحداث أسوان. يعني هذه ما كانش مألوفة في السابق، كان لأقوله الأعذار. في صحافة مستقلة كثيرة. أعتقد أن الحقيقة بالنهاية تصل إلى المواطن، وهذا شيء جديد. يعني مش آخر سنتين بس آخر 10 سنين رأينا في مصر في مساحة حرية صحفية مش موجودة هي إلا في مصر ولبنان والكويت في الوقت الحاضر بكمية ملحوظة. يعني أرجو، يعني عادة دائما العرب بتيجي العدوى من مصر، إذا استمرت الحريات في مصر أنا واثق أنها ستصل إلى الدول العربية الأخرى. أشكرك.